لا زالت قضية شركة التجسس NSO تسبب أزمات دبلوماسية ومشاكل لإسرائيل. أشارت وكالة بلومبرغ أن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO معرضة لخطر الإفلاس وتدرس إغلاق القسم المسؤول عن تطوير برنامج التجسس بيجاسوس أو طرح الشركة بكاملها للبيع. والسؤال هنا، من سيشتري الشركة؟ ووفقاً للوكالة، المالكين المحتملين الجدد لشركة NSO هما صندوقا استثمار أمريكيين طرحا إمكانية الاستيلاء على الشركة وإغلاق القسم المسؤول على تطوير بيجاسوس. وفي هذه الحالة سيعمل الصندوقان على ضخ أموال تقدر بحوالي 200 مليون دولار لتحويل مشروع برنامج التجسس بيجاسوس إلى خدمات أمنية سيبرانية دفاعية. وبالمقابل كتبت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية مقالاً شرحت فيه ماذا قد يتغير بعد بيع بيجاسوس. وقد طرحت الصحيفة بعض الأسئلة سنطرح بعضها في هذه الفقرة، منها هل بيجاسوس سوف تنتهي؟ والإجابة على هذا السؤال هي كلا، لا أحد يعلم ماذا قد يفعل المالكون الجدد مع التقنيات التكنولوجية المتقدمة للشركة وكيف سوف يستخدمونها لصالحهم. كما أشارت الصحيفة أنه حتى مع اختفاء شركة NSO لن تنتهي الحرب السيبرانية، وقد تأتي شركة أخرى إسرائيلية لتحل مكانها، ويمكنها أيضا استجلاب موظفين سابقين من شركة NSO. وأضافت الصحيفة أن الشركة التي ساعدت إسرائيل بل وكانت شريكة لها وفتحت لها الأبواب وأتاحت لها التقدم سياسيا أمنيا واستخباراتيا سوف تسبب لها الأذى على المدى البعيد، وقد تكون بقعة سوداء على إسرائيل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.